مرحبا، لقد بدأنا تصوير هذه التجربة في 2018. لم يسعفنا الحظ طيلة هذه المدة إلا مؤخرا، حيث حظيت تجربتنا ببعض نجاح الذي نريد أن نشاركه معكم. في هذا الفيديو سوف نريكم بداية التجربة التي قمنا فيها بوضع البيض في وعاء وحاولنا الحصول على دجاجة حية لتفقس في النهاية. سنتمكن من مراقبة عملية التطور بأكملها لأنهم لن يكونوا مغطين بغشاء حولهم. لكن في البداية ينبغي علينا أن نصنع حاضنة. أين ستحدث العملية بأكملها؟ سنصنع كل شيء من مادة البوليسترين. ستكون هذه التجربة ممتعة للغاية. بعدما أكملنا الجدران قررنا أن نلونهم باستعمال ألوان الإكريليك من الداخل لكي نحافظ على البوليسترين لأطول مدة ممكنة. كل الوصلات تم لصقها بإحكام باستعمال الغراء والشريط اللاصق. نقوم بقص مستطيل من الشباك المعدني الذي نضعه في الحاضنة الذي سنضع فيه البيض لاحقا. بعد ذلك نقص المربعات الشفافة المصنوعة من الإكريليك، بالرغم من أننا بعد نصف عام غطينا النافذة العلوية بالبوليسترين لكي لا تنخفض درجة الحرارة كثيرا. لنصنع الباب قمنا بضغط برغيف البلاستيك. وقمنا بلصق مغناطيس على الإكريليك الذي بدوره سيشد الباب نظرا لأنه سيلتصق بالبرغية. الآن علينا أن نقوم بتسخين الحاضنة الخاصة بنا. أخذنا نابضا معدنيا وقطعنا القطع اللازمة. قمنا بقياس كل شيء بدقة، لذا من المفترض أن تتوافق معا. قمنا بمد النابض بين اثنين من البراغي. قمنا أيضا بشراء مصدر للطاقة الذي سيوفر الطاقة اللازمة وقمنا بربطه بمخرار. الذي بفضله يمكننا ضبط درجة الحرارة. لكي نجعل النابض يعمل بشكل أكثر كفاءة، أخذ مروحة عادية من الكمبيوتر. وبعد أن جمعنا كل شيء معا تحصلنا على هذه المدفأة. يجب أن تعلق هذه الأخيرة على الجزء العلوي للحاضنة. نقوم بربط كل شيء معا وندع مستشعر الحرارة في الحاضنة. استعملنا مصابيح LED هذه من أجل الإضاءة. الآن يمكننا تحديد درجة الحرارة اللازمة على جهاز التحكم لتبدأ درجة حرارة الحاضنة في الارتفاع. يجب أن تنطفئ بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. من أجل الحصول على درجة الرطوبة اللازمة قمنا بوضع حاوية ماء. قمنا بوضع محرار آخر في الجزء العلوي للحاضنة. حتى قطة كوكي مهتمة بما نصنعه الآن. لكن لم نكن نعرف لا نحن ولا كوكي أن هذه التجربة ستستمر لثلاث سنوات. قمنا بتعقيم الجدران بمطهر كحولي لنقضي على كل البكتيريا. كل شيء بدا جاهزا للبدء في التجربة. فقط انظروا إلى الفرق بين النسخة الأولى للحاضنة والنسخة الثانية. نحتاج إلى البيض كذلك، الكثير من البيض. الحقيقة تقال لقد استعملنا أزيد من 300 بيضة في ثلاث سنوات. تحققوا من خلو البيض من أي تشققات أو عيوب أخرى. نحتاج إلى أفضل العينات فقط. قمنا بتعقيمهم جميعا ثم وضعناهم في حاضنة لبدء دورة حياة جديدة هناك. هذه بداية تجربتنا الأصعب والأطول. حاولنا أن نحافظ على النظافة، لذا ارتدينا قناع وجه وقفازات. لم نستطع أن نسكب البيض في الوعاء مباشرة. أولا كان يجب تحضيره. بعد تسخين قضيب الزجاج فتحنا ثقبا في أسفل كل وعاء. بعد تعقيم إحدى البيضات بشرنا في بناء العش باستعمالها. أين ستتطور جراثيمنا؟ أخذ أيضا الماء المقطر ومادة تمنع تطور البكتيريا في الماء لتمنع تلوثها. سنحتاج هذا الخليط لاحقا. نظرا لأن القشرة تحتوي على الكثير من المعادن، نحتاج إلى مسحوق معين نضعه في الوعاء.
نسكب المحلول المضاد للبكتيريا في قاع الوعاء. والأهم الآن يجب أن نأخذ البيضات من الحاضنة وباستعمال ملاقط معقمة نقوم بتقشير القشرة. بعد ذلك ننقل البيضات خارج الوعاء بعناية. الآن لدينا محاولات دامت لثلاث سنوات، في معظم الأحيان لم تكن ناجحة، لكن في النهاية نجحت بالرغم من ذلك. سنقوم بنشر نتيجة التجربة على شكل فيديوهات صغيرة قادمة.